السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامجنا هنا ماسبيرو، نسعد بصحبة حضراتكم اليوم الأربعاء 24 يوليو. ما زلنا نعيش الحقيقة هذه الذكرى العطرة لثورة يوليو المجيدة التي كانت علامة فارقة في التاريخ المصري. عندنا مجموعة من الأخبار في فقرتنا الأولى، أما الفقرة الثانية فتسعد زميلتي العزيزة داليا درويش بصحبة حضراتكم، هيكون في ضيافتها دكتور أحمد شوقي، وحديث عن الاقتصاد والسياسة المالية النقدية وارتفاع أيضا الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي إلى ما يزيد عن 46 مليار دولار. يا رب يقدر الخير لمصر إن شاء الله. خلونا نبدأ فقرتنا مع حضراتكم بأهم ما لدينا من أخبار وعناوين ومنشتات، ثم نواصل مع حضراتكم هذه الفقرة. الرئيس السيسي يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطني. الرئيس السيسي يشيد بتفهم المواطنين إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء. مدبولي يستعرض أمام الرئيس السيسي خطط تشجيع الاستثمارات بقطاع الطاقة. والحكومة تستعرض أمام الرئيس السيسي جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء. وزير الدفاع يشهد المؤتمر الدولي الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية. قيادة قوات شرق القناة تنظم لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء. وزير التعليم العالي يناقش سبل الارتقاء بآليات تأهيل الخريجين لسوق العمل. وزارة النقل تعلن تخصيص رحلة كل ساعة ونصف لمدينة العالمين طوال الأسبوع. وزيرة التضامن عدم استبعاد مستفيدي تكافل وكرامة حال اشتراكهم ببرنامج تحويشة. وزيرة البيئة زراعت 12.4 مليون شجرة امتصت 310 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وزير الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات الجيزة. بدء تسجيل التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة غدا. الحكومة تنفي انحسار مياه البحر عن بعض الشواطئ مما ينبئ بوقوع أعاصير. وغدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا على طول، والخبر الأول واحد من الأخبار المهمة الصادرة في بيان عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والحقيقة أنه استكمالا للقاءات المختلفة مع قطاعات الوزارة، السيد وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج اجتمع بقيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان والأمانة الفنية أيضا للجنة العليا لحقوق الإنسان. الحقيقة ده بيأتي في إطار حرص السيد الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة، وأيضا الاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة. المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد قال أنه هذا اللقاء تضمن تأكيد الوزير بدر عبد العاطي على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا والعمل على تكثيف الاتصالات بما يخدم أولويات السياسة الخارجية المصرية. موضوع مهم ومطول، خلونا نروح للأستاذ الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة عبر الهاتف، لنتوقف أمام بعض التفاصيل ورؤيته لهذا الاجتماع وفكرة السياسة الخارجية المصرية. مساء الخير دكتور رامي. أهلا وسهلا يا فندم، مساء النور بحضرتك كل سنة مشاهدين. الحقيقة فكرة لقاء السيد الوزير بقطاع حقوق الإنسان في الوزارة واهتمام الدولة المصرية بفكرة دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة أيضا إلى فكرة ثوابت السياسة الخارجية المصرية، كيف ترى كأستاذ علاقات دولية هذه الثوابت دكتور رامي وهذه المجهودات والرؤية والاستراتيجية إن صح التعبير؟ هو طبعا السفير بدر العاطي وزير الخارجية بيحاول بيعمل زي تجديد لمهام عمل وزارة الخارجية فيما يتعلق بالقضايا العالمية اللي هي لها بعد في الشأن الداخلي لأي دولة في العالم. بمعنى يا فندم، بمعنى ان قضايا حقوق الانسان دايما هي محل اهتمام عالمي خاصة من القوى الكبرى، ودايما بتبقى اشكالية ما بين دول العالم كلها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية، وفي دول كتيرة جدا بتبقى حساسة من الموضوع ده. لكن مصر في الفترة الاخيرة قطعت شوط كبير جدا في تعزيز حقوق الانسان
يعني مش بس متمثل في المواثيق الدولية اللي مصر يعني أبرمتها بالاشتراك مع العديد من المنظمات الدولية والدول، وإنما أيضا يعني صياغة مقررات حتى لحقوق الإنسان وفي الجامعات والتدريب على تدريب يعني كافة العاملين بالدولة على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي اتعملت بأمر من السيد الرئيس في 2019. صحيح. ومن ثم هنا ده يعتبر توجه لمصر، لكن التوجه ده ربما يعني في الفترة السابقة ما كانش هو ذات أولوية أو محل اهتمام من قبل وزارة الخارجية، لكن المرة دي هو يبدو أن وزير الخارجية قاصد أن هو يرسل برسائل معينة أن قطاع حقوق الإنسان أو حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمواطن المصري لها أولوية. صحيح. خاصة أن ده بيعكس صورة مصر في الخارج إيه، وفي نفس الوقت ان مصر لما بتقطع شوط كبير جدا في تعزيز ملف حقوق الانسان ده بيعزز بعلاقتها بالقوى الكبرى وبيحسن صورتها امام المجتمع الدولي، خاصه ان مصر لها باع كبير جدا، يعني يمكن الحضاره الفرعونيه هي اول حضاره نصت على حقوق الانسان في العالم. صحيح. ومن ثم مصر هنا لما بتتكلم او بتهتم بده هو مش تفضل، انما ده انطلاق من المسؤوليه التاريخيه المصريه تجاه المواطن المصري. أنا بشكر سيادتك دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة على هذه المداخلة السريعة والضافية تعقيبا على بيان وزارة الخارجية. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ومكملين مع حضراتكم أخبارنا بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم تاني من الأخبار المهمة الحقيقة وفي إطار بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري النهاردة دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بحث عدد من مجالات التعاون بين الوزارة ومعهد ديلتارس الهولندي، وتم مناقشة مقترحات إعداد دراسة متكاملة أيضا لمنطقة وادي النقرة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر من أخطار السيول، وكذا إعداد خطة لإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. بيان مهم ومطول، خلونا نعرف تفاصيله أفضل مباشرة من السيد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. مساء الخير يا باشمهندس محمد، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا. مساء النور يا فندم، شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. كلنا اذان صاغيه، يعني انا قلت بس بعض العناوين للقاء السيد الوزير النهارده الدكتور هاني سويلم مع الدكتور محمد يوسف استشاري معهد ديلتارس الهولندي، وهولندا طبعا واحده من الدول المتقدمه جدا في مجال تكنولوجيا المياه والري. فيعني احنا كلنا اذان صاغيه نسمع من حضرتك اهميه هذا اللقاء والتعاون بين الوزاره وبين المعهد. يعني هو بالفعل معهد ديلتارس يعتبر احد المعاهد المتميزه على مستوى العالم في مجال اداره المياه، والاستاذ الدكتور هاني سويلم كان حريص على التعاون مع معهد ديلتارس وغيرها من المؤسسات والمنظمات الاقليميه والدوليه بما يخدم اولويات الوزاره ورؤيه الوزاره لتطوير المنظومه المائيه، وده أمر طبعا شديد الأهمية، الدكتور سويلم حريص على متابعته بشكل دائم. هذا اللقاء مع الدكتور محمد يوسف من معهد ديلتارس تناول التعاون بين الوزارة والمعهد في عدد من الدراسات الفنية الخاصة ببعض الموضوعات زي تطوير وتحسين منظومة الري في وادي النقرة في محافظة أسوان من خلال إنشاء أو إحلال محطة النقرة وتأهيل الترعة المغذية للمنطقة، وده أمر هام جدا بيجري دراسته حاليا لتطوير منظومة الري في منطقة وادي النقرة بالكامل. هايل. أيضا خلال اللقاء تباحث الدكتور هاني سويلم أيضا مع الدكتور محمد يوسف فيما يخص إجراءات التعامل مع التغيرات المناخية، اللي طبعا كلنا بنشهد كيف أصبحت التغيرات المناخية أكثر تطرفا وتأثيرا مش في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم. تم التباحث حول التعاون في مجال الإنذار المبكر وتحسين وتطوير إجراءات التعامل مع هذه التغيرات المناخية ووضع خطة متكاملة للتعامل مع التغيرات المناخية مستقبلا، ده من خلال التعاون بين الوزارة ومعهد ديلتارس الهولندي وربما غيرها من
المنظمات والجهات الدولية وشركاء التنمية اللي بنتعاون معهم في العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه والتكيف مع تغير المناخ. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التوضيحات. قبل ما نطلع فاصل عندنا واحد من الأخبار المهمة في إطار بيان أيضا صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. النهاردة الوزيرة رانيا المشاط ناقشت التعاون المستقبلي مع دولة سنغافورة في ضوء أولويات الحكومة لتوطين الصناعة والارتقاء برأس المال البشري وتشجيع القطاع الخاص. الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة قال إن احنا بنتطلع إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الحقيقة هذا اللقاء بيأتي خلال زيارة لدكتورة رانيا المشاط إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين اللي تعقد خلال الأسبوع الجاي. اللقاء اللي تم بين الدكتورة رانيا المشاط والسيد محمد مليكي بن عثمان وهو الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في دولة سنغافورة جاء لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين وأيضا في إطار أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، لسه معانا اخبار، نلتقيكم بعد الفاصل. من الاخبار المهمه بيئيا واقتصاديا ما صدر عن وزاره البيئه الحقيقه المتعلق باستكمال الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه لقاءاتها بعدد كبير من الساده المحافظين سواء من خلال زيارات او عبر الفيديو كونفرنس. كان فيه متابعه مهمه مع محافظ الفيوم للموقف التنفيذي لاعاده التوازن البيئي لبحيره قارون وايضا الاجراءات التنفيذيه بمحور الاستزراع السمكي بالبحيره. دكتوره ياسمين فؤاد قالت ان المشروع بيعد نموذج للتوافق بين البيئه والاستثمار والدوله تحرص على تحقيق اعلى عائد اقتصادي واجتماعي وتنفيذ اجراءات الحمايه الاجتماعيه للصيادين. وقالت كمان ان وزاره البيئه ستواصل العمل على قدم وساق للوصول الى نسب التنفيذ الكليه لمشروعات اعاده التوازن البيئي لبحيره قارون في اقرب وقت وتحسين الاوضاع بها. والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم قال انه مياه بحيره قارون بتشهد تحسن ملحوظ يؤهلها لانزال ذريات الاسماك. يعني ايه التوازن البيئي لبحيره قارون والجهود اللي مبذوله في هذا الاطار واهميه ده اقتصاديا واجتماعيا؟ خلونا نروح لاستاذ الدراسات البيئيه الاستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان الموجود معنا عبر الهاتف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين الكرام. اهلا بيك. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا، ومن الاهميه بمكان ان نتوقف امام فلسفه او اهميه هذا الخبر. يعني ايه اعاده التوازن البيئي لبحيره قارون ومشاركه عدد كبير من الوزارات في هذا الامر واهميه ده من وجهه نظر حضرتك دكتور عبد المسيح؟ الحقيقه خلينا نقول ابدا بحضرتك بتقول اهميه التوازن البيئي او ايه هو التوازن البيئي. التوازن البيئي يعني كل كائن حي خلقه ربنا في هذا المكان بيتوازن مع كائن حي اخر، يعني الاسماك اللي موجوده وكل انواع الطيور المهاجره وكل الانواع الموجوده النباتيه والحيوانيه هناك توازن بينها بشكل كبير جدا. وعشان كده كانت لفترات طويله هذه البحيره كانت مصدر مهم جدا للحياه الاجتماعيه والاقتصاديه في محافظه الفيوم. حدث في فتره ما بعض المشكلات اثرت على هذا التوازن البديع اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. هقول بعض المشكلات التي حدثت واهميه ان احنا نعالج هذا الامر. حدث بعض في فتره من الفترات ان وجود شرط صحي وزراعي وصناعي في البحيره طبعا ده بيؤدي الى تلوث هذه المياه، وخاصه انه مياه بحيره قارون مياه مقفوله، يعني ما فيش فيها تيارات بحيث ان هي تبقى مفتوحه بشكل كبير تقوم تجدد نفسها، وبالتالي التلوث بيبقى محصور داخل البحيره. عزيز. ارتفاع نسبه الاملاح فيها، ارتفاع ايضا نسب التلوث ببعض العناصر الثقيله زي الزنك والنحاس وغيره، ده بالاضافه الى وجود بعض الطفيليات التي ظهرت في البحيره نتيجه هذا الصرف الزراعي والصناعي والصحي، اثر على الحياه السمكيه وقلل بشكل كبير جدا من
الأسماك اللي هي موجودة في البحيرة، وبالتالي ده أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية أيضا للصيادين اللي موجودين في المنطقة. إذن هناك يعني كانت مشكلات الحقيقة، ومنذ عدة سنوات ويمكن يعني توجيهات من فخامة الرئيس أنه الوزارات تتعاون معا لإعادة التوازن وإعادة هذه البحيرة إلى سابق عهدها، يعني منطقة جمالية ومنطقة فيها التوازن، ونعيد الأسماك مرة أخرى. عشان كده ظهرت بقى هذا التعاون النهاردة بين وزارة البيئة وبين المحافظة وبين بعض الجهات الأخرى زي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية عشان يعيدوا هذا التوازن مرة أخرى. والحقيقة هذا التوازن أو هذا هذه المشروعات اللي ابتدت من فترة مش من النهاردة، ولكن هم بيأكدوا النهاردة على استمرار هذا التعاون بعدد كبير من المشروعات. نقدر نقول إن إحنا بدأنا نجني الثمار، يعني زي ما بيقول الدكتور الأنصاري إنه المياه الآن يعني جاهزة أو فيها تحسن يؤهلها لإنزال زرعات السمك، فده ينمي الثروة السمكية. يعني دكتور عبد المسيح إن صح التعبير. بالضبط، هو المشروعات بدأت منذ سنتين ثلاثة باستثمارات من بعض القرض الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيره من القطاع الخاص في مصر، بوضع محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي. يعني لازم تعالج المية دي قبل ما تتخلص منها، لان هي كانت المشكله اللي كانت الالقاء على طول. وبالتالي كان اول مشروع هو رفع كفاءه محطات المعالجه وخاصه في كوم اوشيم وايضا في شكشوك، في برضه في نفس عظيم. الكلام، وبالتالي ده هيحسن بشكل كبير جدا، مفيش القاء لهذه المياه، وبالتالي هيحسن المياه بشكل كبير جدا، وابتدي فعلا يحللوا المياه، والنهارده المياه فيه تحسن كبير جدا نتيجه التحليلات اللي طلعت، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلت ابتدي يحطوا الاستزراع السمكي مره اخرى في البحيره. يا رب خير ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان استاذ الدراسات البيئيه على هذه المداخله، وبشكر حضراتكم ايضا على حسن المتابعه مشاهدينا الكرام. خلصنا فقرتنا الاخباريه الاولى، الفقره الثانيه الحواريه تاتيكم كما نوهنا مع زميلتي العزيزه داليا درويش والدكتور احمد شوقي، وحديث عن الاحتياطي النقدي والسياسه النقديه بشكل عام لمصر خلال هذه الفتره التي شهدت استقرار ونجاح كبير. ادعو حضراتكم لمتابعه هذه الفقره، ودمتم في امان الله ورعايته، والى اللقاء.